نتواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا عشاق الأصالة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة في صباح هذا اليوم هنا في المرموم في تحفة الميادين في انطلاقات هذا المهرجان الجميل. تنطلق الحقائق في أحد فروع تحفة الميادين في ميدان دستور في هذه الانطلاقات الجميلة ليحمل لنا الرقص مع الصغار ويازين الرقص مع الصغار في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة والرائعة. انطلق الشوط ليحمل لنا هذه النجومية الكبيرة في عالم الأصايل في عالم الناموس في عالم الهجن والانطلاقات. نسير مع شوط البكار وهو الحادي عشر في الترتيب العام لأشواطنا الثلاثي المنطلقة في هذا الصباح بهذه الجوائز وهذه الانطلاقة بهذه الفرحة. نسير مع مقدمة الشوط تقود المشاركات وتندفع بالمركز الأول الشاهينية أحمد بن سهيل بن سالم الأسود العامري هي اللي في المركز الأول بينما تليها بالمركز الثاني المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء هنا تاتي سراب سعيد بن سليم بن سويدان العويسي تندفع على المركز الثاني بينما المركز الثالث المركز الثالث هذا التواجد لهوايل هوايل هوايل مهدي بن فهد بن مسفر الأحبابي هي اللي انطلقت على المركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع الله يا الوصول انطلقت في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. أيضا الضبية الضبية طالب بن سعيد العسكري في ثاني المراكز ولكن الشاهينية سلالة الدماء الشاهينية ترقص على أرضية الميدان ترقص لتنتزع ناموس هذا الشوط. يا سلام تهانينا تهانينا لمالك الشاهينية مشاهدينا متابعينا الكرام محمد بن سهيل بن خيرات العامري لحظات الفوز وانتزاع الناموس المركز الثاني الضبية لطالب بن سعيد العسكري المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. وصلت فيها دمعة المبارك بن هضبان بن فالح الشامسي في ثالث المراكز اما المركز الرابع المركز الرابع اللي وصلت في المركز الرابع الضبي لنايف بن علي بن سالم المقيري هذه الأعادة مشاهدينا الأعزاء في هذا الصباح وهذه الشاهينية من تحقق أفضل توقيت في صباح هذا اليوم بهذا الفوز وانطلقت بالناموس قطعت المسافة في 4 دقائق و39 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية تهانينا لمالكها اللي هو محمد بن سهيل بن خيرات العامري من انتزع الناموس والفوز في هذا الشوط بينما وصلت في المركز الثاني وقدمت كذلك